مستودع الأنبار النفطي من أكبر مخازن تعبئة الوقود نال نصيبا من الدمار في الحرب ضد الإرهاب خلال السنوات الماضية، حيث أحيل إلى وزارة النفط لإعادة تأهيله بمبلغ قدره 119 مليار دينار، لكن الوزارة لم تستجيب لغاية الآن لهذا المشروع الحيوي الذي لو استغل بالشكل الصحيح لوفر للمحافظة أكثر من 90 مليون لتر من المشتقات النفطية ويجنبها أزمات الوقود الخانقة. هو تدمير كل البنى التحتية الخاصة بوزارة النفط ومنها مستودع النفط في منطقة الطاش خلف الجامعة، واللي يعتبر واحد من أهم ركائز البنى التحتية في المحافظة. للأسف الشديد وزارة النفط منذ عام 2016 إلى يومنا هذا توعد يوميا وكل أسبوع وكل سنة بإعادة هذا المستودع، لكن للأسف الشديد إلى هذه اللحظة لا توجد بوادر نية ونوايا حقيقية لإعادة مثل هكذا مرتكزات أساسية، فضلا عن أننا كنا نسمع ونقرأ بأن هناك مصفى خاص للنفط في مدينة الرمادي في منطقة العنقور ب 150 ألف برميل في اليوم الواحد، لكن أيضا قد سرقت هذه الفرحة من أبناء المحافظة لأسباب نجهلها الحقيقة. لا شك أن عدم تأهيل المشاريع النفطية الحيوية في محافظة الأنبار وخزانات الوقود هي من أهم أسباب تفاقم الأزمة، وهو ما يستدعي بحسب مراقبين وقفة جادة من المسؤولين الحكوميين بضرورة الالتفاتة الجدية للمشاريع الحيوية والتي تصب في مصلحة المحافظة وخصوصا النفطية منها. مستودع خزن المشتقات النفطية في مدينة الرمادي، هذا المشروع أو هذا المكان كان حيوي حقيقة، كان يعني يساهم في القضاء على الأزمات اللي تحصل بين فترة وأخرى. اليوم نشاهد هناك أزمة وقود في محافظة الأنبار، كان أولى أن تكون هذه المكانات مؤهلة لتساهم بحل الأزمة لحين انتهاء هذه الأزمة. اليوم أمل المواطن في محافظة الأنبار وأملنا نحن كمراقبين للشأن الاقتصادي والسياسي في محافظة الأنبار أن يعاد تأهيل هكذا مكانات منها مستودع الرمادي، لأنه مكان حيوي ويساهم في القضاء على الأزمات للمشتقات النفطية. أعوام مرت على تدمير أهم المنشآت النفطية في المحافظة والتي تعتبر الخزين الرئيسي للمشتقات النفطية، ما تسبب بدخول المحافظة بأزمات متتالية في الوقود، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إعادة هذه المخازن الحيوية إلى العمل لضمان عدم تكرار الأزمات التي أرهقت المواطنين. من الأنبار معاذ الدليمي، وان نيوز.